مفسر كونسيومر أفيز فيكتوريا التصليحات. في بعض الأحيان يمكن أن تنكسر الأشياء داخل المنزل وقد تحتاج إلى إصلاحها. يجب على المالك الدفع لجميع التصليحات إذا لم يكن الخطأ خطأك. إذا سببت الضرر قد تضطر إلى دفع ثمن التصليح. يمكن أن يكون التصليح عاجلاً أو عام. التصليحات العامة هي مهمة ولكن لا تحتاج إلى إصلاحها على الفور. على سبيل المثال تصليح غسالة الصحون، إذا كان التصليح عام يجب عليك الكتابة للمالك أو وكيل العقارات لإعلامه به. لدى المالك 14 يوماً لحل المشكلة. يجب أن يتم إجراء التصليحات العاجلة على الفور. على سبيل المثال تسرب الغاز أو تسريب من السقف، هذه لأنها يمكن أن تجعل منزلك غير آمناً أو صعباً للعيش فيه. إذا أخبرت مالك العقار أو الوكيل العقاري حول تصليح عاجل، يجب أن يستجيبوا على الفور. إذا لم يستجيبوا، يمكنك الدفع إلى ما يصل إلى 1800 دولار لحل المشكلة، ومن ثم إرسال الإيصال إلى المالك أو الوكيل. لديهم 14 يوماً للدفع لك. اتصل بكونسيومر أفيز فيكتوريا للحصول على المعلومات والمشورة.